فيك تساعدنا. خلاص انتوا لا تاكلوا هم. بإذن الله يا ابني الضياعة ما راح تضل بإيدين هدول الكفار، نحن راح نساعدك بالقرآن. وصانا نتولى أمور المسلمين وولانا عليهم ونحارب الكفار ونجاهد حتى الموت ونطهر أرض المسلمين وديار من نجاسة هالكافرين. بس حاليا ما فينا نتسرع قبل ما نكون جاهزين، لأنه نحن ناويين نقضي على الكل وما نخلي ولا حدا منهم عايش لحتى ما يقدروا يرفعوا راسهم مرة تانية أبدا. قرب وقت صلاة الظهر يا ابني، خلينا نروح ونصلي مع الجماعة وبعدين بنحكي. خد الدكتور مشان يصلي معنا. انت بتأمر شيخي. مراد، انت كيف تعرفت على هذا الشيخ؟ قصدي امتى؟ افكاره غريبة شوي. شيخي لحقنا يا ولد. عندك ارجع لهون. واقف ارجع لهون. ايه ده شيخي؟ شو صار؟ ليش هيك فايت؟ حبسوني ظلم يا شيخي، انتخنقت انا وابن عمي، مسكونا واتهمونا بالارهاب وحبسونا عندهم بالنظارة وعذبونا كتير، وبالزور لا قدرت اهرب. قلنا لهم بدنا نصلي ولازمنا مي، صاروا يضربونا وهانونا، ما خلونا نصلي ركعتين يا شيخي. الحق كان معك، هدول الناس عم يعذبونا لانه نحن ناس مسلمين. كان معك حق بكل شيء قلته. شايفين شو عم تساوي الحكومة بالناس؟ بدهم ايانا نصير كفار. هالحكومة كافرة يا ناس، هالحكومة ما بتعرف الله وما عندها دين. الجهاد ضد هدول الكفار فرض عليكم يا اخوان. بدنا نجاهد لنصرة الاسلام، راح نجاهد لتعلى راية الإسلام بكل مكان. الجهاد فرض عليكم كلكم. سماحتك غلطان، الحكومة ما خاصة، وأنا بعرف منيح مين يلي عم يعمل هيك بالناس. الحكومة ما لها دخل، لازم نكون أوعى من هيك، وخاصة شخص مثلك واعي ومتدين ما لازم تمروا عليه هيك ألعيب. أنت بتعرف شو يعني دين وشو يعني جهاد؟ لك شو فهمك بالإسلام والدين لحتى تناقشني وتقلي إني غلطان؟ أنا ما عم ادعي إنه أنا علامة، بس بزمانه قعدت كتير مع فضيلة الشيخ إبراهيم. ومين هاد؟ اللي مانو متعلم ما بتهمنا مراتبه الدينية يا دكتور. هدول ناس جهلة ومتخلفين وما بيفهموا شي بالدين. بس الشيخ إبراهيم كان متعلم وكان بيفهم الدين وأحكامه. دكتور تعا تفضل. قوم أخي. بين يا ابني انه هالدكتور جاي يخلق فتنة ويلعب بعقول الناس، وأكيد بيكون جاسوس.
وقتل هيك ناس واجب علينا. انت بتأمر شيخي. ليش هيك عملت طارق؟ كيف تحكي مع الشيخ هيك؟ شو فيها؟ ما بصير؟ ما لازم تعارض بحكيك الشيخ؟ لأنه ما حدا بيقدر يوقف بوشه. الناس شايفته شغلة وما بيعارضوه أبدا، يعني إله سلطة كتير كبيرة عليهم. أنا فايت لصلي معهم. مسكناك. يلا اعترفي، وين رايحوا؟ ها؟ لك احكي احكي احسن ما خلص عليك. خلص مروان، طويل بالك طويل بالك، اتركها هلا بتحكي، اتركها. اسمعيني منيح خالي، يا اما بتحكي لنا يا اما بدريه بتروح، يعني بالمختصر بتموت. بقى شوفي شو بدك. نصيحه، لا تخلي مروان يستفرد ببنتك لأنه ما عنده لا رحمة ولا شفقة. لك احكي أحسن لك. احكي خالي، هاتي لشوف وين أخذوها لسحار. الدكتور ورفقاته وين متخبين هلأ؟ آه؟ بالمغارة الكبيرة، بالمغارة اللي صايرة بطرف وادي الغزلان. منيح منيح، يسلموا خالي يسلموا. يلا يا شباب امشوا، مروان طولان خلونا نروح لهنيك. يلا افتح الباب ولك تحرك. دخيلك يا رب، دخيلك تساعده، دخيلك تحميهم من هدول الظلام. تفضل دكتور. يسلموا هالإيدين. سرت يا بدماني برخيم كرام